أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعلن الجيش الأمريكي شن غارات جوية على أهداف قال إنها تابعة لإيران شرق سوريا. وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أنها شنت بتوجيه من الرئيس جو بايدن غارات جوية دقيقة في دير الزور، وأوضح أن الهدف من هذه الضربات الدفاع عن القوات الأمريكية وحمايتها من هجمات مماثلة لتلك التي شنتها جماعات مدعومة من إيران على أفراد أمريكيين في 15 من الشهر الماضي. وتعرضت قاعدة عسكرية أمريكية لهجوم من قبل ميليشيات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني في جنوب سوريا بطائرات من دون تيار. وفي اليوم نفسه تعرضت قاعدة أخرى يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الشرقية مع العراق لإطلاق صواريخ. جاءت تلك الهجمات انتقاما من ضربات جوية أمريكية في 3 ليال متتالية ضد أهداف مرتبطة بطهران في سوريا. يوجد في سوريا حوالي 900 جندي أمريكي يتمركزون في شرق سوريا وفي قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية. أما ما يتعلق بالوجود الإيراني فيبلغ حوالي 8000 إلى 10000، هذا في ذروته قبل سنوات، بالإضافة إلى ما بين 5000 إلى 6000 جندي من الجيش الإيراني النظامي. يتركز النفوذ الإيراني بشكل خاص في دمشق ودير الزور وحلب، حيث دارت الاشتباكات الأخيرة في هذه المنطقة. مع بداية هذا العام وبحسب تقرير لمؤسسة جسور، يوجد حوالي 597 نقطة عسكرية لقوات أجنبية داخل سوريا من دول تشمل الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران، بالإضافة لميليشيات أفغانية وعراقية